أهلا بكم إلى المسائية من الميادين. وفي ملفيها لهذه الليلة، يا أهلنا في الضفة، أنتم الساحة الأهم للأحداث، وأنتم الساحة الأعمق لحسم الصراع. هنية يوجه رسائل للاحتلال وللداخل والإقليم في ذكرى انطلاقة حماس. المقاومة هي الاستراتيجية والوحدة الوطنية هي الأساس، والشكر لإيران ومن يدعمنا. رسائل حازمة للاحتلال، عرض عسكري لكتائب القسام وصواريخ الكورنيت وطائرات مسيرة تتصدران المشهد. أنقرة تبدي الاستعداد للتعامل مع الأسد إذا فاز بانتخابات ديمقراطية. هل للتحول في الموقف التركي علاقة بأحداث الشمال السوري؟ مساء الخير. سلسلة رسائل سياسية وعسكرية وأمنية أرادت حركة حماس إيصالها في ذكرى انطلاقتها المتزامنة مع احتدام الصراع على رسم توازنات المنطقة بعد انتصار محور المقاومة على الإرهاب. لغة المقاومة هي الوحيدة مع الاحتلال كما جاء في خطاب إسماعيل هنية. وعرض عسكري للقسام يكشف عن أسلحة جديدة كصاروخ الكورنيت في سياق استراتيجية ردع الاحتلال، وكشف عن صراع أمني حاد. أما للداخل الفلسطيني فكان التركيز على استعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة واستعداد حماس لتقديم المطلوب لذلك. والرسالة الأبرز داخليا هي اعتبار الضفة ساحة الصراع الأهم، ولاسيما أن المقاومة نفذت قبل أيام سلسلة عمليات ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه. كيف تقرأ حركة فتح رسائل هنية؟ وهل يمكن أن تتسارع مجددا مساعي المصالحة؟ أما إقليميا فقد تقصد هنية توجيه الشكر إلى إيران لدعمها المقاومة رغم حصارها، إضافة إلى شكر مصر وقطر ولبنان وتركيا وغيرها من الدول. إذن استعراض حركة حماس في ذكرى انطلاقتها سيكون محور الملف الأول من المسائية لهذه الليلة. ونسأل في الملف الثاني عن أبعاد ملامح تغير الخطاب التركي تجاه الرئيس بشار الأسد والاستعداد للتعاون معه إذا فاز في الانتخابات. فهل بدأ التغير الفعلي في الحسابات التركية تجاه سوريا؟ إذن في ذكرى انطلاقتها 31 وجهت حركة حماس رسائل عسكرية بارزة للاحتلال الإسرائيلي. كتائب القسام قدمت عرضا عسكريا ظهرت في خلاله أسلحة جديدة، منها صواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيرة غنمها المقاومون من قوات الاحتلال. وإن النصر موعدنا ووعد الله في القرآن. فجرا بغداء في غارتنا أعقاب الفقر، البحر إليكم يحملنا أمواج رجال لا تغفر، والبحر إليكم يحملنا. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد في هذه الذكرى أن الحركة تعمل على توثيق العلاقة بالمحيطين العربي والإسلامي. وشكر هنية كل من وقف مع الشعب الفلسطيني ولاسيما إيران على دعمها للمقاومة رغم الحصار الذي تتعرض له. نحن نحيي كل من وقف ويقف مع أبناء شعبنا الفلسطيني. أحيي مصر على وقفتها، قطر على وقفتها، إيران التي تقف مع المقاومة وتدعم هذه المقاومة رغم حصارها ورغم ما تتعرض له من جبروت أمريكي، إلا أنها مع القدس ومع الشعب ومع فلسطين.
والآن ينضم إلينا في هذه المسائية ضيفينا. بداية أرحب بمنسق شبكة أمان البحوث والدراسات الاستراتيجية أستاذ أنيس النقاش من طهران، ومن لندن معنا رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية عبد الباري عطوان. أهلا بكما، وستكونان معنا في الملفين من هذه المسائية. طيلة المسائية سنناقش معكما مواضيع البحث لهذه الليلة، وسنبدأ طبعا من العرض العسكري لحركة حماس. وأبدأ معك أستاذ أنيس، ماذا قالت حركة حماس اليوم لإسرائيل وللمطبعين؟ ما هي الرسالة التي بعثت بها؟ تحية لك ولضيفك وللمشاهدين، وتحية للشعب الفلسطيني الصامد ولكل حركات المقاومة بهذه المناسبة، وخاصة للقسام وحماس في هذه الذكرى العطرة. اليوم شهدنا تجمعا بشريا ضخما، هم حتما ليسوا من أبناء حماس وليسوا من أبناء القسام، ولكنهم الشعب الفلسطيني الذي يحتضن هذه المقاومة، وهنا تكمن قوة المقاومة. ما شاهدناه اليوم يرسل ثلاث رسائل في ثلاث اتجاهات. الرسالة الأولى هي للعدو الصهيوني الذي رغم الحصار ورغم الاعتداء ورغم التهويل على الشعب الفلسطيني لم يستطع أن يركعه، وهو يشاهد اليوم بأم عينيه تصاعد هذه الحركة المقاومة التي تهدده في عقر داره وفي مدنه القريبة والبعيدة. هي رسالة أيضا للمطبعين في الدول العربية للأسف والزاحفين والذين يعتقدون على أن إسرائيل قادرة على حماية عروشهم، في حين أن تقديرات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم تقول أنها تواجه تحدي وجودي، التحدي الوجودي بمعنى أن تبقى هذه الدولة أو لا تبقى. فإذا هم يراهنون على جرف انهار، هذا سيذهب كما ذهبت كل الاستعمارات القديمة وكل الاحتلالات القديمة عن هذه المنطقة. فهذه الرسالة إذا كان بقي لديهم عقل أو وعي تقول لهم انتبهوا أنتم إلى أين ذاهبون، هناك مقاومة قوية ليس فقط في فلسطين في غزة بل أيضا في الضفة وشمال فلسطين في سوريا ولبنان، وخلفهم أيضا مئات الألوف المقاتلين الذين يدعمون هذه المقاومة والمستعدين للقتال، وهم على أهبة الاستعداد وليس فقط مستعدون للانخراط في هذه المقاومة. الرسالة الثالثة أعتقد على أنها يجب أن تكون واضحة، هي لما بقي من أشلاء السلطة الفلسطينية التي ما زالت تتمسك بخطاب عفى عليه الزمن، قضت عليه المفاوضات، هزأته الوقائع، أجعلته كاريكاتوريا بعقل كل محلل سياسي، أظهرت مسؤوليه بأضعف المواقف وأخطرها عقليا وليس فقط سياسيا، لتقول لهم في هذه الرسالة أنه هناك مجال للعودة إلى خط المقاومة وعدم المزايدة بالانشقاقات الفلسطينية، وأنه ما زال هناك مجال لوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة حركته المقاومة بعمل سياسي واضح يضع العدو في الزاوية ويتحداه وجوديا ويعيد عقارب الساعة إلى كل منطلقات حركة المقاومة. أبناء فتح لا يجب أن ينسوا على أنهم حركة تحرير وطني فلسطيني، أقسموا اليمين لتحرير كافة فلسطين وليس لإقامة شرطة لقمع الشعب الفلسطيني إذا تظاهر ضد الاحتلال. هذه حقيقة راسخة في التاريخ، أول الرصاص وأول الانطلاقة كان بهذا الهدف وليس بأهداف أخرى، وعليهم أن يستوعبوا هذه الرسالة الثالثة. هذه بالنسبة للرسائل. أستاذ عبد الباري، لا أدري إذا كان لديك المزيد لتقوله بالمعنى السياسي، ولكن المشاهد الهامة في الواقع قبل أن نبحث في كلام سيد إسماعيل هنيه، ولكن المشاهد الهامة في هذا المهرجان كان العرض العسكري، كانت الأسلحة الجديدة، كان استعراض قوة حركة حماس التي رغم الحصار ورغم كل شيء لم يظهر في هذا الاستعراض أن إسرائيل استطاعت أن تكسرها، خصوصا بعد تجربة غزة، يعني ما حصل في غزة في الشهر الماضي. ما هي الرسالة العسكرية الآن التي بعثت بها حماس؟ يا سيدتي، أتوقف أو أبدأ حيث توقف الأخ العزيز الأستاذ أنيس النقاش، وأقول بأن أبرز ما جاء في هذا العرض هو خطاب الرئيس
أو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عندما قال أن كتائب القسام كانت ستضرب تل أبيب لولا وقف السريع لإطلاق النار. هذا المهرجان، هذه الاحتفالات تأتي في وقت مهم جدا. أولا هذه الانتفاضة المسلحة في الضفة الغربية التي أربكت الإسرائيليين، وتأتي أيضا بعد المواجهة الأخيرة بين فصائل المقاومة بقيادة حركة حماس في قطاع غزة. هذه المواجهة التي كانت الأقصر في تاريخ المواجهات العربية الإسرائيلية، لأن نتنياهو سارع بالفعل واستجدى مصر للتوسط لوقف إطلاق النار. هذه الأسلحة التي رأيناها اليوم في هذا العرض العسكري غير المسبوق أرادت أن تقول بأن هذه هي قمة جبل الثلج، يعني هناك أسلحة لم يعلن عنها على الإطلاق. وفي تقديري هذه الأسلحة التي يمتلكها الجناح العسكري لحركة حماس، جناح القسام، هي التي بثت الرعب في نفوس الإسرائيليين، وهي التي قال عنها بنيامين نتنياهو في تبريره للوقف السريع لإطلاق النار بأن ما خفي كان أعظم. ما خفي هو الذي لم تعلنه ولم تظهره كتائب عز الدين القسام. هذا العرض نعم جاء لرفع المعنويات، جاء لإيصال رسائل للإسرائيليين مثل ما تفضل الأستاذ أنيس، تقول لهم بأن المقاومة جاهزة. أيضا ما ورد في كلمة الأستاذ هنية اللي يتعلق بتقديم الشكر، يعني حرص إسماعيل هنية على تقديم الشكر لإيران، يريد أن يقول بأن هذه الأسلحة، بأن هذا الدعم العسكري جاء من إيران في وقت الذي تتكتل فيه دول التطبيع العربي ضد إيران وتحاول أن يعني تشوه صورتها. هذا أبلغ رسالة في تقديري، سواء من خلال العرض العسكري أو من خلال كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. الآن المقاومة حققت الردع الحقيقي مع الدولة أو مع دولة الاحتلال، مثلما حقق حزب الله الردع الحقيقي والتوازن في القوى مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان. هو الملفت في ردع في الجنوب وردع في الشمال. نعم، والملفت ربما أيضا أكثر من ذلك أستاذ عبد الباري هو ما قاله وأعلنه السيد إسماعيل هنية عن أن حركة حماس تعلم من أين دخلت الفرقة التي كانت تريد أن تغتال أحد أهم الشخصيات في حركة حماس في داخل غزة، أن الحركة تعلم من أين دخلوا وكيف وبالطريقة التي دخلوا فيها معلومة بدقة لدى قادة كتائب القسام. ويقول أيضا أن هناك ذخر أمني وفني مهم كبير بين أيدي مهندسي القسام سيساهم في فهم آليات وعمل هذه القوات، ويضيف بأن هذا الأمر لا يقتصر فقط على غزة إنما في أكثر من مكان وأكثر من دولة. كيف نفهم ذلك أستاذ أنيس؟ يعني هذا أمر خطير جدا يكشفه اليوم إسماعيل هنية. يا أختي، أنا منذ بداية الأحداث السورية قلت لهم إن المستعربين أصبحوا في الأراضي السورية، جزء منهم يقود هذه المجموعات المسلحة، ولم يصدقوا وقتها. اليوم ما كشف كل هذا العمل الاستخباراتي على أنهم نعم فعلا هم يدخلون إلى الدول العربية، دخلوا إلى العراق، دخلوا إلى سوريا، هم موجودون منذ سنوات في الضفة الغربية بنفس الأسلوب، بنفس التنكر، بنفس الهويات، بنفس أسلوب التنصت، بنفس أسلوب الشبكات المساعدة لهم. وبالتالي ما كشف من تكتيكهم ومن أساليبهم ومن هوياتهم، وقد اعترف العدو على أن هزيمته لم تكن فقط في غزة، لأن بعض هذه العناصر التي كشفت كانت موجودة في بعض الدول العربية، وبالتالي لم تكن في هذه الدول العربية للقيام بعمل تجاري أو لعمل فني أو ثقافي، بل كانت لأعمال إرهابية وأعمال تجسسية وأعمال عنفية كما كانت مهمتها في غزة. وبالتالي هذه الهزيمة النكراء لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية
نعم استفاد منها محور المقاومة في أكثر من محور وليس فقط في غزة، كما كان في السابق حزب الله وغيره يستفيدون من تجاربهم وينقلونها إلى الأخوة في الداخل الفلسطيني من أجل أن يرفعوا من مستوى جهازيتهم في العمل الأمني والعمل العسكري والفني والتقني تجاه العدو. وهنا أهمية التعاون بين أطراف المحور المقاومة بالاستفادة من تجارب كل طرف مع الطرف الآخر. ولذلك نعم هناك أثر كبير وعلينا أن ندرس هذا الموضوع ونكشفه لكي يصبح ثقافة أمنية عامة ينتبه إليها كل من سولت نفسه أن يكون أداة عن وعي أو عن غباء بأيدي العدو الصهيوني وهو يظن أنه يرقص على أنغام الثورات العربية والربيع العربي وغيره. سنذهب الآن لنرى كيف عبر سيد إسماعيل هنية عن هذا الكشف الأمني أو هذا الكنز الأمني لدى كتائب القسام. هذا الذخر الأمني والفني المهم اللي بين ايدين مهندسي القسام سيكشف الكثير عن آليات عمل هذه القوات التي عملت داخل غزة في هذه المحاولة وفي الضفة وفي دول عربية وفي أماكن أخرى، وسيكون لهذا الكنز الأمني الذي لا يقدر بثمن، هذا الكنز الأمني الذي بين أيدينا والذي لا يقدر بثمن سيكون له تداعيات ميدانية هامة في عملية صراع الأدمغة مع المحتل. عبارة صراع الأدمغة أستاذ عبد الباري عبارة هامة جداً، وهي يعني تدلل على مدى التطور الذي وصلت إليه المقاومة على مستوى تطوير قدراتها الأمنية وقدراتها العسكرية، ولم تعد تعتمد على استيراد هذه الخبرات أو هذه التقنيات من الخارج. ما أهمية ما تحدث عنه إسماعيل هنية اليوم في هذه المسألة وتطور المقاومة بالتالي الفلسطينية أو اللبنانية؟ يعني كما قال أستاذ أنيس هناك تبادل في الخبرات، إلى أي مدى وصلت هذه المقاومة من تطور في هذا المجال؟ يا سيدتي، يعني هناك ثلاث ميادين لهذا التطور. أولا الميدان العسكري، استطاعت حركة حماس وجناح القسام على وجه التحديد أن يطور الصواريخ أو تكنولوجيا الصواريخ التي حصل عليها من إيران، أن يطور قدراتها، وشاهدنا ذلك في المواجهة الأخيرة التي استمرت 48 ساعة وكان هناك ضغوط من أجل أن تطول أكثر لتلقين العدو الإسرائيلي درسا لم يحسب حسابه ولم يتوقعه. فصار في تطور عسكري أولا. ثانيا كان هناك تطورا أمنيا غير عادي وغير مسبوق، وهذا يعود إلى التنسيق بين في داخل محور المقاومة وبالتحديد بين حركة حماس وحزب الله. أنا في تقديري هذا التطور الأمني لم يأتي بسبب تعاون دول عربية، ولم يأتي أيضا بسبب يعني دول غير عربية، وإنما جاء بالدرجة الأولى من بسبب التنسيق مع حزب الله الذي استطاع أن يكون أو يبني شبكة أمنية غير مسبوقة وتفكيك معظم المحاولات الاختراق الإسرائيلية و العبوات أو الأجهزة التي زرعها العدو في جنوب لبنان. حركة حماس والجناح العسكري على وجه التحديد لديه يعني مخزون هائل من هذه الأدمغة في المجالين العسكري والأمني. الزواري اللي هو المهندس التونسي يعني الذي يعتبر عبقري في الصواريخ والطائرات المسيرة بدون طيار، يعني كان من أبرز هذه العقول، واكتشفنا يعني قدراته بعد اغتياله أو بعد استشهاده في صفاقس في مدينة تونس. الأمر الآخر الذي أريد أن أشير إليه هو تصفية العملاء في داخل قطاع غزة. يعني استطاعت حركة حماس وأجهزتها الأمنية بما امتلكته من خبرات ومن أجهزة
أن تصفي معظم العملاء إن لم يكن كلهم، وهذا أدى إلى أداء أمني غير مسبوق، وأولا يعني الحفاظ على أسرار إخفاء الجند الإسرائيلي شاليب، وأيضا النجاح في إخفاء أيضا الأسرى الذين يوجدون الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، ولم تنجح إسرائيل رغم كل أجهزتها من الوصول إليه. الأمر الآخر الذي أود الإشارة إليه أنه استطاعت حركة حماس وأجهزتها الأمنية أن تستفيد كثيرا من المعلومات التي أو رصدتها لدى العدو الإسرائيلي. كان يعني خبراء وعقول الحركة الأمنيين ينتظرون محاولة التسلل الإسرائيلية شرقي مدينة خان يونس. نعم. انتظروهم، استطاعوا أن يحاصروهم، أخذوا بطاقاتهم، أخذوا صورهم، وهذا يدل على تطور غير مسبوق. جميع صور المجموعة كانت موجودة لدى حركة حماس وبطاقاتهم، وهذا يعني سر أمني خطير جدا. نعم. حتى هذه اللحظة لا نعرف كيف، ربما السيد إسماعيل هنية وعد بأن يعقد جناح القسام مؤتمرا صحفيا ويكشف التفاصيل كاملة. نعم. في المستقبل القريب، ونحن في الانتظار. إذا أردنا أن نعود إلى مسألة إيران وشكر إيران أستاذ أنيس، هذا أمر ملفت في الواقع، لأن دائما نسأل يعني منذ بداية الأزمة السورية إلى اليوم بعد عملية رأب صدى طويلة بين الطرفين عن حضور إيران. طبعا هي لا تخفي دعمها للمقاومة والتسليح العسكري، وكذلك حركة حماس تقوم يعني لا تخفي ذلك، ولكن هذا الكلام اليوم، هذا الشكر لإيران، كيف كان صداه في إيران، خصوصا أننا الآن في المنطقة أمام لعبة صراع نفوذ كبيرة؟ يعني أولا إيران كانت تنتظر هذه اللحظة بصبر وأناد، وأنا أعرف تماما عن قرب كيف كان يعني يوجه لها النقد أحيانا، لماذا نستمر بدعم القسام رغم كل المواقف السلبية التي وقفتها بعض القيادات في حركة حماس من محور المقاومة، وخاصة في المسألة السورية. لأننا كنا نراهن على مسألتين. المسألة الأولى هي أن سوريا ستنتصر وستنكشف المؤامرة وتتضح الأمور، وخلط الأوراق بالفوضى الخلاقة التي تؤدي إلى عماء وعدم وضوح الرؤية ستنجلي على وضوح رؤية يصوب الجميع بوصلتهم مجددا إلى فلسطين. النقطة الثانية، نحن نراهن على صدقية وصمود الشعب الفلسطيني، وعلى أنه مهما ضاقت فيه الأمور وضاعت فيه الاتجاهات السياسية من هنا أو هناك والأيديولوجية من هنا أو هناك، يبقى هو الشعب تحت الاحتلال، ويبقى هو صاحب الحق في المقاومة، وواجبنا هو دعمه بكافة السبل. واستخدمت في ذلك استراتيجية الجذب وليس الدفع، بمعنى أن لا نتركهم لهذا المصير وأن نستمر في عملية الدعم. أعيدك لتصريح للسيد خامنئي رغم كل هذه المسائل، خاصة بما نشاهده اليوم بالضفة الغربية، منذ أشهر في بداية العام قال علنا سنسلح الضفة الغربية وسنشهد عمل مقاوم في الضفة الغربية كما حصل في مناطق أخرى. ونحن اليوم نشاهد كيف أن هذا العمل المسلح يتجسد بعمليات ترهق العدو و يعني تدفع هيمنته في الضفة إلى التساؤل عن إمكانيته للسيطرة على هذا الوضع مع تصاعد هذه العمليات التي نعتقد أنها بالمستقبل ستتصاعد، وخلف الأكمة ما هو أهم من هذه العمليات التكتية. وبالتالي اليوم شكر إيران هو شيء طبيعي، إعادة تصويب البوصلة وهو في المكان السليم. ولكن أين بين قوسين أقول يمكن أن نشكر قطر أيضا ونشكر السعودية على تسليحها المقاومة، لأن القيادة السورية قد سمحت أن أطنانا من الأسلحة التي حصل عليها محور المقاومة من المجموعات التكفيرية والإرهابية التي سلحت من هذه الدول أن تذهب إلى الداخل الفلسطيني ومباشرة إلى الفصائل المقاومة الفلسطينية. وبالتالي أقول اليوم أن أسلحة ناتو وأسلحة سعودية وقطرية دفع ثمنها اليوم أصبحت في أيدي البوصلة الحقيقية في الداخل الفلسطيني لمقاتلة سوريا. العدو الصهيوني في الوقت التي أرادوا بها أن تقول نعم، أرادوا بها أن تكون أداة يعني تدمير الأمة العربية ومقوماتها. عفوا، الآن أو قبل الأزمة تقصد أستاذ أنيس؟
لا، بعد الأزمة وبعد أن أخذنا كل هذه الأسلحة من المجموعات المسلحة، العمل ما زال مستمرا في تصليح الداخل الفلسطيني. لا أستاذ أنيس، وجزء من الأسلحة التي حصل عليها محور المقاومة في سوريا ذهب إلى الداخل الفلسطيني الآن، وهذا رد الصاع لمن أراد أن يوجه لنا الصفعة، لأن نقول له قادم الأيام سيثبت على أن صواريخك وأسلحتك التي أردت أن تضعف فيها محور المقاومة قد أصبحت بأيدي المقاومين في الجبهة الشمالية وفي الجبهة الجنوبية وفي الضفة الغربية، وسيقاتلون بها بأموال الأعراب الذين أخطأوا البوصلة وأخطأوا توجيه إمكاناتهم عوض أن يدعموا فلسطين، دعموا أعداء فلسطين وأعداء العرب. أنت تقول أمرا مهما، هل هذه هي بداية رأب الصدع بين سوريا والمقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدا؟ أولا، الموقف السوري لم يتغير أملا من مسألة فلسطين ومسألة دعم المقاومة، ثم أن موقف الفلسطينيين في سوريا لم يتغير. لواء القدس قدم أكثر من 4000 شهيد في الدفاع عن سوريا، وهو لواء كاملا فلسطيني، لأنه عرف أن هذه المؤامرة صحيح. هي ضد فلسطين. بس حركة حماس واليوم الدولة خاص. السورية تعيد بناء مخيم اليرموك، وهي مستعدة للتعامل مع فصائل مقاومة، ولكن للمسائل السياسية حساباتها الأخرى، وعلى الجميع أن يراجع نفسه ليس في الخطاب القديم فقط، بل أيضا في مستقبل الخطابات السياسية التي يمكن أن نتعامل معها. سوريا لم تكن يوما بعيدة عن فلسطين، قتالها كله في سوريا دفاعا عن دولتها، كان الجزء الأكبر منه هو دفاعا عن القضية الفلسطينية. يعني نفهم منك أن سوريا تفصل بين المستوى العسكري والمستوى السياسي لحركة حماس. سنتابع الآن في مسألة أخرى، هي مسألة الضفة الغربية. ليس بالضرورة حماس فقط، هناك أكثر من فصيل فلسطيني. الضفة الغربية كانت عنوان مهم طبعا في حديث إسماعيل هنية على اعتبار أنها ساحة الأحداث الآن، وقال أنها الساحة الأهم لحسم الصراع مع الاحتلال، وأيضا اعتبر أن موجة العمليات الأخيرة في الضفة تأتي في سياق انسجام كامل مع المقاومة في غزة. يا أهلنا في الضفة، أنتم الساحة الأهم للأحداث، وأنتم الساحة الأعمق لحسم الصراع مع العدو الصهيوني. نعم أقول، فالقدس على أرض الضفة، والأهداف كثر على مرمى البصر لرجال المقاومة في الضفة، بأن الضفة مرجل يغلي وساحة وضاءة ومقاومة واعدة بإذن الله سبحانه وتعالى. هنية شدد على جاهزيته لعقد لقاء مع الرئيس محمود عباس من أجل ترتيب اجتماع فلسطيني والاتفاق على أجندات موحدة واستراتيجية وطنية تحدد المسارات. مسيرات العودة وضعت ملف حصار غزة على الطاولة الإقليمية والدولية. بعد سنوات صعبة من هذا الحصار، وبعد محاولات التهميش ومحاولات ضرب إرادة الصمود في أبناء شعبنا، وتحققت هذه المسيرات الخطوات الأولى على طريق كسر الحصار وإسقاط هذا الجدار اللعين الذي فرض على غزة لأنها تمسكت بثوابتها ومقاومتها. عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد اعتبر في المقابل أن شكل المقاومة هو قرار وطني وليس قرارا لفصيل معين، وقال الأحمد في اتصال مع الميادين أن على الفلسطينيين أن يتكلموا بلغة واحدة موحدة، داعيا حماس إلى استئناف تنفيذ ما تم التوقيع عليه لإنهاء الانقسام. لا جديد إطلاقا في كلام الأخ إسماعيل هنية، كله معروف، وبالتالي علينا أن نتكلم باللغة الواحدة الموحدة، نحن شعب واحد. أيضا هناك اتفاقات وهناك برامج، ولا نضع عراقيل وكأن هناك شروط. التنسيق الأمني هو جزء من اتفاق، لا نقلب معنى التنسيق الأمني، هو إسرائيل لا تلتزم فنحن لا نلتزم، وهكذا معارك كر وفر. كل ما ذكره الأخ إسماعيل هنية نحن سلمته لنا مصر قبل حوالي 3 أسابيع، قلنا لا، يجب الالتزام
بما تم التوقيع عليه نصا وروحا حرفيا. لا، لسنا بحاجة إلى اتفاقات جديدة. أستاذ عبد الباري، رغم كل التحديات التي تعترض القضية الفلسطينية، لازلنا ندور في حلقة مفرغة، مسألة العلاقة مع حركة حماس، حركة حماس وحركة فتح. اليوم يقول إسماعيل هنية مطلوب أن نذهب إلى وحدة وطنية مباشرة ومواجهة ما يجري في الضفة بوقف التنسيق الأمني فورا مع الاحتلال، واجتماع عقد اجتماع فلسطيني عاجل تشارك فيه كل القيادات في الداخل والخارج. هذا ما يقوله اليوم بالنسبة للمسألة الداخلية. ستلقى صدى هذه الدعوات برأيك؟ يا سيدتي، الوحدة الوطنية تتحقق في فلسطين، في الضفة الغربية، في القطاع، على أرضية المقاومة. الآن هذه المقاومة التي وصلت إلى الضفة الغربية، أو بالأحرى أعيد إحيائها في الضفة الغربية وبالسلاح الناري، هذه هي يعني هذه تجاوزت كل الاتفاقات والمصالحات العبثية التي أصبح الشعب الفلسطيني يشعر بالقرف تجاهها. الآن الشعب الفلسطيني حقيقة خلف المقاومة. معظم الشعب الفلسطيني لم يكن كله خلف عمليات المقاومة. شعر بأن قضيته عادت بقوة. الآن الضفة الغربية وقطاع غزة يتوحدان على أرضية مواجهة الاحتلال. يعني الأستاذ يعني يريد يعني لغة واحدة. ما هي اللغة الواحدة؟ اللغة الواحدة هي لغة المقاومة. لا توجد أي لغة أخرى ولا توجد أي اتفاقات أخرى. من يريد أن يقاوم هذه هي الساحة موجودة. من يريد أن يعيش على ذكرى اتفاقيات فشلت فشلا ذريعا، هذا أمر متروك له. الأستاذ عزام الأحمد يجب أن يعلم جيدا أن الضفة الغربية الآن في حالة التفاف كامل حول المقاومة الفلسطينية. شفنا الحالة المعنويات العالية التي عادت للشعب الفلسطيني. هذا تطور مهم جدا وغير مسبوق. النقطة الأخرى التي أود التركيز عليها هي أن هذه الانتفاضة المسلحة في الضفة الغربية التي سعى إليها محور المقاومة مع فصائل المقاومة، هذه تستهدف الآن المستوطنين. هناك 800 ألف مستوطن في الضفة وغزة، وتستهدفهم بطريقة معد لها ومخطط لها بشكل جيد جدا، ومن قبل شبان شجعان جدا وعندهم من الجرأة أن يهاجموا المستوطنين والجنود ويطلقون النار عليهم. هذا هو الواقع الجديد. طبعا السيد إسماعيل هنية يدعو إلى لقاء يعني، وليس للحديث عن اتفاقات مصالحة وما شابه ذلك، لا، يدعو إلى لقاء لتوحيد الفصائل الشعب الفلسطيني كلها على أرضية المقاومة. الآن المقاومة انطلقت، والآن هناك محور مقاومة، وهذا المحور يفرض نفسه في الساحة الفلسطينية ويفرض نفسه في الساحة العربية. الشعار لهذه الذكرى 31 لانطلاقة حركة حماس كان مقاومة تنتصر وحصار ينكسر. تحدثنا كثيرا في الرسائل، ولكن ما رأيكم الآن أن نعيد فقط تذكير بها بشكل أكثر منهجي ربما، مع زميلتنا غراسيا بيطار التي أعدت هذا التقرير. الشعب الفلسطيني والمقاومة يقفان في مربع قوي وصلب، وفي موقع أقوى من موقع المحتل. ربما تختصر هذه العبارة التي قالها إسماعيل هنية كل الرسائل التي أرادت حركة حماس إيصالها من خلال احتفالها بالذكرى 31 لإطلاقها. القوة التي يتحدث عنها رئيس المكتب السياسي في حماس تبدت في العرض العسكري وفي الخطاب معا. الأرض الصلبة أمنيا وسياسيا وعسكريا داخليا وخارجيا التي تحدث عنها هنية أرفقها بمد اليد في اتجاه كل الفصائل الفلسطينية وحركة فتح على وجه التحديد.
أبلغت حركة حماس كل المعنيين عبر شكل المهرجان ومضمونه بأن الوحدة الوطنية هي قرار استراتيجي بالنسبة إليها، وبأنها عازمة على تحقيقها من أجل التصدي لجميع مشاريع تصفية القضية الفلسطينية. الوحدة في الدم والسياسة هي المطلوبة برأي حماس، وهذا لابد من أن يكون عبر الانتخابات والاجتماعات الفلسطينية الموسعة. أبدى هنية استعداده للقاء أبو مازن في غزة أو القاهرة أو أي مكان، ليخص حركة حماس بأكثر من رسالة لعل أبرزها وجوب دفن أوسلو والشروع في بناء رؤية فلسطينية موحدة وشاملة، والتأكيد بأن الضفة الغربية هي الساحة الأهم لحصر الصراع مع العدو ومقبرة صفقة القرن. ومن هنا يمكن تلمس الرسالة الأقوى لحماس بأن المقاومة مستمرة في غزة والضفة والقدس حتى اندحار الاحتلال عن كامل فلسطين. استمرارية لا تخلو من مفاجآت من عيار الكنز الأمني الكبير الذي تحدث عنه هنية، ليكتمل عقد الرسائل بالتوجه بالشكر إلى الأمة العربية والإسلامية على دعمها. وهنا كانت التحية اللافتة لإيران الداعمة للمقاومة برغم كل الضغوطات الأمريكية والحصار المفروض عليها. في مثل هذا اليوم من العام 87 انطلقت حركة حماس بالتزامن مع بداية انتفاضة الحجارة الكبرى. فهل نشهد دنواً بلاج انتفاضة فلسطينية جديدة تعيد تصويب الأمور، ولاسيما في ظل التوازن الذي ترسيه صواريخ المقاومة؟ الأكيد أن رسائل حماس صالحة لترميم الجسور. والآن قبل أن نختم هذا المحور، في الواقع كان يمكن أن نتحدث بعد كثيرا في تحليل لهذه الذكرى، ولكن أريد أن أسألك أستاذ أنيس نظرة عامة. هذه الذكرى 31 لتأسيس حركة حماس، الحركة مرت بكثير من التجارب، بكثير من المراحل، ربما أحيانا فشلت وأحيانا نجحت، أحيانا أخفقت، أحيانا أصابت. ولكن السؤال الأهم يبقى، حركة حماس إلى أي مدى فعلا هي الآن تمثل البعد الوطني الفلسطيني؟ خرجت من عباءة الإخوان المسلمين وهي تمثل الفلسطينيين. أريد منك ردا صريحا على ذلك في تقييم للحركة خلال هذه الأعوام. لا أعرف إلى أي مدى تخرج من عباءة الإخوان أو تبقى في عباءة الإخوان. أصلا عباءة الإخوان أصبحت ممزقة متناثرة وفشلت في أكثر من قطر عربي، لم يبقى منها شيء تقريبا إلا بعض الرموز وبعض الأشلاء والعناوين العامة. المهم اليوم أنا أقول في الصورة العامة وبسرعة، كانت الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها تبحث عن قاعدة ارتكاز قوية حلمت فيها في الأردن لكي يكون الانطلاق لتحرير فلسطين، فطردت من الأردن وجاءت وتمركزت في شمال فلسطين في سوريا ولبنان. ومع خروجها من لبنان اعتقدت على أنها فقدت هذه نقطة الارتكاز وقاعدة الارتكاز، وبررت لنفسها التوقيع اتفاقية أوسلو وهذه الاتفاقات السياسية. اليوم يا أيها الفلسطيني، يا أيها القائد، لديك أكبر قاعدة ارتكاز في غزة، فيها 2 مليون فلسطيني يملكون من الإمكانيات ما يهدد كل مدن العدو الصهيوني ويستطيع أن يحرر جزء من فلسطين، ولديك حليف في شمال فلسطين يعترف به العدو قبل الصديق على أنه يتوثب للهجوم وتحرير الجليل وما بعد الجليل، وأنت ما زلت تقف عند معادلة أوسلو وغير أوسلو. الشرط الأول للوحدة الوطنية، أنا مكان السيد هنية أقول لأبو مازن أن تعود فتح وتعلن بناء قوات العاصفة، وأن الضفة الغربية أرض مقاومة تحت الاحتلال، وكفى مهزلة بالشعب الفلسطيني وقضيته. لديك من الإمكانيات ما يقلب ليس الطاولة على رأس الأعداء بل من هو وثبة لتحرير فلسطين، وما زالت حساباتك تقول أنا ضد الصواريخ وضد السلاح وضد السكين. اخرجوا هذا الرجل من معادلتكم وعودوا لمعادلة حركة التحرير الوطني الفلسطيني وزراعها العاصفة لتحرير فلسطين. هذه الرسالة يجب أن توجه لقيادة فتح ولقيادة الضفة الغربية، وليس أي معادلات أخرى لا معنى لها من وحدة وطنية من هنا وهناك واتفاقيات لا معنى لها أن نضحك على العالم فيها. المعادلات تغيرت وعليهم أن يصحوا من هذه الغيبوبة التي يعيشون بها.
سنختم الآن موضوع فلسطين، ولكن الموضوع التالي كنا مفترض أن نتحدث عن شيء ما، وإذ ما إن دخلنا إلى هذه المسائية أصبح لدينا أخبار مهمة يجب أن نسألكم عنها. ففي أول زيارة من نوعها لرئيس عربي منذ اندلاع الحرب على سوريا، استقبل الليلة الرئيس السوري بشار الأسد في مطار دمشق نظيره الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وأكد الرئيسان أن الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي. الرئيس البشير، والذي نرى الآن صورة استقبال الرئيس السوري بشار الأسد له في المطار، أكد أن سوريا هي دولة مواجهة، وأن إضعافها هو إضعاف للقضايا العربية، وما حدث فيها خلال السنوات الماضية لا يمكن فصله عن هذا الواقع. وقد غادر البشير دمشق بعد هذه الزيارة الخاطفة. ما رأيك أستاذ عبد الباري أن يأتي عمر حسن البشير إلى دمشق في زيارة خاطفة؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني أن محور المقاومة بدأ يفرض نفسه، محور المقاومة بدأ يتسيد الساحة. سوريا تتعافى، سوريا استطاعت أن تحافظ على وحدة ترابها الوطني وأن تصمد في وجه المؤامرة. الرئيس البشير ذهب إلى سوريا لأنه يعلم جيدا بأن سوريا عائدة، وعائدة بقوة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه بنيامين نتنياهو وغيره سربوا إشاعات بأن الزيارة القادمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعد مسقط هي الخرطوم، وربما أراد الرئيس البشير أن يؤكد بأن السودان ما زال في محور المقاومة، وأنه ربما ارتكب أو أقدم على اجتهادات خاطئة، الآن يريد أن يعيد تصويب البوصلة باتجاه المقاومة. ذهب إلى سوريا ليقول للمطبعين أنا ذاهب للتطبيع. تعتقد ذلك أستاذ عبد الباري؟ التي صمدت. نعم. تعتقد ذلك؟ يعني هذه يعني هي نقلة استراتيجية إذا للسودان، إذا ما كان هذا صحيحا. هناك مصالح الآن بين السعودية. لأنه لماذا يا ستي لانا ليش يروح على دمشق؟ يعني لو كان يريد أن يساير المحور السعودي الإماراتي بالتنسيق والتطبيع مع العدو الإسرائيلي لما ذهب إلى دمشق. يعني كان يعني هذه رسالة مهمة جدا. والرئيس البشير حقيقة كان من الناس الذين دعموا المقاومة وأقام علاقات قوية جدا مع إيران، ويعني كان يأمل بأن أمريكا ترفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، لكن أمريكا لم تلبي هذا الطلب، فربما أراد أن يعود إلى سيرته الأولى أن يعيد السودان إلى محور المقاومة. وكلنا نذكر يعني استهداف إسرائيل للسودان أيضا بسبب دعمه للمقاومة. أستاذ أنيس، ما رأيك بالذي حصل؟ هل أنت متفاجئ بهذه الزيارة أم ربما كنت تتوقع أن يحصل ذلك؟ يعني أنا من تقديراتي كانت أن عام 1919 سيشهد عودة العديد من الدول العربية وزعماء الدول العربية للالتقاء بالرئيس بشار الأسد. نعم يعني بعد شهر، ولكن هذه نعم مفاجأة اليوم أنها تأتي من الرئيس البشير. الإمارات كانت أقدمت على خطوات قبل ذلك بأن أرسلت أكثر من وفد وأكثر من موفد وبدأت تحضير سفارتها، وبعض الدول العربية أيضا لديها اتصالات قوية مع سوريا، وهذه مفاجأة. وأعتقد على أنه سببها الأساسي نقولها بصراحة على أن حلفه مع السعودية وخاصة في معركة الحديدة ومعركة اليمن أثبتت على أنها قد انتهت، لأن اليوم حرب اليمن عرف من هو المنتصر ومن هو المنهزم، وبالتالي كل ما كان متورطا فيه في هذه الحرب أصبح وراءه للسيد البشير، واليوم يبحث عن موقع الصلب لكي يقف عليه مع محور المنتصرين، واختياره صائبا تماما، وعلى الآخرين أن يفيقوا من غيبوبتهم. يستطيع ترميم علاقته مع إيران التي هي سوريا مع إيران. لم يكن هناك أزمة بين السودان وإيران بالمعنى الأزمة المفتوحة، كان هناك تراجع لعلاقات إيجابية. نعم كان هناك بعض التصريحات، ولكن
من مصلحة السودان أن يكون قريبا من إيران لأنها قوة إقليمية تستطيع على الأقل أن تحافظ وتدعم وحدة قدرة السودان على استقلاليته وعلى تنميته، لا أن تكون فقط أداة للارتزاق عند دول عربية تبيع القضايا العربية بثمن بس. ربما قد يذهب البعض إلى القول أستاذ عبد الباري يعني بما يناقض ربما الرؤية التي أعطيتموها أنت وأستاذ أنيس، أن بما أن السودان الآن هو قريب من السعودية من الإمارات إلى ما هنالك من هذا المحور، ونحن نعلم أن هناك سعي سعودي وإماراتي ونسمع يعني نقرأ عنه كثيرا للتقارب مع سوريا، لماذا لا يكون الرئيس عمر حسن البشير يحمل رسائل من هذا الطرف؟ ما رأيك؟ والله يعني هذا أمر يعني غير مستبعد على الإطلاق ست لينا، لسبب بسيط. يعني الرئيس بشار الأسد أعلن في مقابلة مع التلفزيون الروسي بأن هناك اتصالات أو محاولات من قطر، رسائل تصل من قطر لإعادة العلاقات بشكل أو بآخر. أيضا يعني شاهدنا سفارات مثل ما تفضل الأستاذ أنيس، يعني العديد من الدول بدأت تعيد يعني ترميم سفاراتها في دمشق سواء أجنبية أو عربية. فأعتقد الآن يعني الجميع أدرك بأن المؤامرة على سوريا هزمت وأن سوريا عائدة. سمعنا أيضا قبل يومين رئيس البرلمان العربي يعني يطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية إلى العمل العربي المشترك. لا أعتقد أن رئيس البرلمان العربي الذي لا أعرفه هو هذا البرلمان على أي حال، لا يعني لا أعتقد أنه يتحدث من تلقاء نفسه، لأنه هذا البرلمان العربي كان مع يعني تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية. كمان أيضا السيد أحمد أبو الغير أمين عام الجامعة العربية قال بأننا تسرعنا عندما جمدنا عضوية سوريا. الأمور تتغير، يعني سوريا انتصرت، محور المقاومة انتصر، هذا هي نقطة التحول الرئيسية في الواقع. الآن الجميع يحاول أن يصلح أوضاعه وأن يلحق بنفسه. هذه أستاذ أنيس يعني قبل أن ننتقل لموضوع الآخر، ملفت أن يقول الرئيس عمر حسن البشير أن سوريا هي دولة مواجهة وأضعافها وأضعاف القضايا العربية، هذا يدلل على موقف أقوى للسودان. وبالشكل أيضا مسألة اللقاء في المطار، لماذا يعني لماذا لم يلتقي به في قصر الشعب مثلا؟ هل هذا لديه تفسير معين؟ لا، أولا الإجابة على آخر السؤال ليس له دلالة إلا على أنه زيارة خاطفة سريعة لأسباب أمنية لا يجب أن تطول، لأن الرئيس عمر البشير هو مهدد في سفراته، يعني لا يستطيع أن يتحرك بسهولة، كما أعلم بالدقة أن كل حضوره لأي مؤتمر أو لقاء في الخارج يكون له مقدمات وتضمينات وضمانات من بعض الدول لكي يصل ويعود إلى الخرطوم، فهذه مسألة أمنية بحتة. ولكنه اليوم هو بكل بساطة يتموضع ضمن محور الممانعة، لأنه لا يدعم سوريا فقط بتصريح من الخرطوم، بل يأتي إلى سوريا ويقول لا يجب إضعافها لأنها في محور مقاومة وهذا يضعف القضايا العربية. فإذا هو يأخذ موقف من القضايا العربية بأن الذي يحميها ويقويها هو محور المقاومة والتي تقود جزء كبير منه وهي رأس حربته في الدول العربية سوريا. الآن ننتقل إلى تصريح أيضا لا يقل أهم. تفضل أستاذ. أنا لا أستبعد يعني باختصار شديد أن يكون يعني الرئيس السوداني عندما يلتقي بالرئيس الأسد في مطار دمشق، لا أستبعد أن يكون مثل ما تفضلتي يحمل رسائل، يعني هو يعني ليست زيارة عابرة على الإطلاق، بالإضافة أنه زي ما تفضل الأستاذ أنيس أنه السودان يريد أن يعود بقوة إلى محور المقاومة، ربما هناك رسائل أراد أن يعني يوصلها علاوة على دعمه لسوريا وعودته لسوريا. في الواقع هذه المسألة يعني ما حدث اليوم، وصول أول مسؤول عربي إلى سوريا أن يكون الرئيس السوداني سيخضع لكثير من النقاش في المرحلة المقبلة، وربما بقى تتكشف أيضا مزيد من المعلومات حول الموقف الذي سيتخذه السودان في الأيام المقبلة. ولكن هناك أيضا موقف لا يقل أهمية يعني عن ما حدث، هو موقف تركي. وزير خارجية التركي مولود أوغلو قال إن بلاده قد تتعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد إذا أعيد انتخابه عبر انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية. وفي حديث له خلال منتدى الدوحة أشار أوغلو إلى أن الانتخابات في سوريا بعد كتابة دستور جديد ينبغي أن تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.
يجب أن يكون الجميع قادرين على التصويت لمن هم مؤهلون في سوريا وخارج سوريا، بما في ذلك اللاجئون في تركيا والبلدان المجاورة وفي البلدان الأخرى التي جرى توطينهم فيها في السنوات السبع الماضية. ويجب أن تكون انتخابات ذات مصداقية عالية وشفافة وديمقراطية ونزيهة. وفي النهاية على الشعب السوري أن يقرر من الذي سيحكم البلاد بعد هذه الانتخابات، وفي حال أعيد انتخاب الأسد في انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية فعلى الجميع أن ينظر في التعامل معه. تبقى لدينا خمس دقائق في لنعلق على هذا الكلام، وسأسألكم بشكل سريع أستاذ أنيس، ماذا يعني ذلك؟ هل هو رسالة إيجابية إلى دمشق تقوم بها تركيا، أم هي رسالة متعالية تتحدث فيها عن انتخابات تكون ضامنة فيها أن الرئيس الأسد لن يفوز بأي انتخابات؟ هل هي تتعلق أيضا رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أم إلى إيران أم إلى روسيا؟ ماذا يريد أن يقول تشاوشوغلو من خلال هذا الكلام؟ لا، هذه رسالة في توقيتها في مؤتمر الدوحة تأتي للاعتراف بالواقع الحالي في سوريا على أن الدولة السورية ما زالت قائمة بقيادة الرئيس بشار الأسد، وعلى أن التوقعات تقول على أنه سيبقى في المستقبل حتى لو جرت انتخابات بإشراف ونزاهة كما يقولون، وهي دائما كانت نزيهة، حظوظ الرئيس بشار الأسد فيها مرتفعة. تركيا ليس لديها خيار آخر، منذ أن دخلت إيران وحزب الله وروسيا في المعركة إلى جانب الدولة السورية اكتشفت في الجيوبوليتيك، أنا لا أتحدث عن رغبات هذا الوزير أو ذاك الرئيس من الدولة من أردوغان أو داود أوغلو، رغباتهم شيء والواقع وموازين القوى شيء آخر. موازين القوى منذ تلك اللحظة قالت لا يمكن أن تغيروا النظام في سوريا، ولا يمكن أن تحصلوا على ما تريدون في سوريا إلا برضا الدولة السورية، انتهى الموضوع. وكل المناورات التي تقوم فيها تركيا منذ ذلك الحين إلى اليوم ما هي لإعادة التموضع لتحسين شروطها في التفاوض وفي العلاقات المستقبلية مع سوريا، وكل من يعتقد غير ذلك هو لا يعرف بموازين القوى بتاتا. اليوم هي تنسق مع إيران، هي تنسق مع روسيا، وهي مجبرة على الاعتراف بالوقائع على الأرض وليس بخياراتها. وأنا من الذين يتابعون الملف التركي من قلب تركيا ومن خارج تركيا، وأعلم بالتمام ماذا يفكر فيه الأتراك ليس بتصريحاتهم. هذا الذي أقول له عنه أنه قناعة تركيا بأن الأمور ستكون بقيادة الرئيس بشار الأسد في المستقبل هي قناعة في الدولة التركية، وليس فرحة في ذلك وليست راضية عن ذلك، ولكن هذا هو موازين القوى اللي يجب أن تتأقلم تركيا معها، وهي تحاول أن تحسن شروط تفاوضها وشروط التعامل مع القوى المسلحة. هي اليوم تريد أن تنتهي من قوى مسلحة بأن تزجها في معركة مع الأكراد، وتنتهي من الاثنين معا في النهاية، الكردي والقوات التي هي سلحتها، وعندها تأتي إلى تسوية تحت اللجنة الدستورية والقانون الجديد والذهاب إلى التسوية السياسية. كنا نرى قبل قليل وأنت تتحدث أستاذ أنيس بالصور التي حضرها الزملاء اجتماع بين الرئيس بشار الأسد، أمير قطر السابق طبعا، والرئيس أردوغان. هل يمكن أن نعود ونرى هذه الصورة من جديد بعد هذا التصريح أستاذ عبد الباري؟ نعم، أنا في تقديري تركيا الآن في مرحلة مراجعة. تركيا بدأت تشعر بأن المؤامرة التي هزمت في سوريا في طريقها لأن تنتقل إلى تركيا. الأمن القومي التركي أصبح مهددا، هناك 2000 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا، ويدعمون الوحدات الحماية الكردية التي تعتبرها الحكومة التركية مصدر خطر وتهديد لأمنها. تركيا الآن أصبحت أقرب إلى المحور الإيراني الروسي، وأقرب إلى الرئيس بوتين، وبدأت تشعر بأن إذا أرادت أن تحافظ على أمنها القومي وأن تحافظ على استقرارها فيجب أن تعيد العلاقة مع سوريا إلى صورتها التحالفية التي تفضلت ستلانا بالحديث عنها. يعني أنا في تقديري تركيا أخطأت عندما اتخذت هذا الموقف تجاه سوريا. الآن يجب تصحيح هذا الخطأ،
الآن يتم تصحيح هذا الخطأ بشكل تدريجي وإرسال رسائل واضحة بأن تركيا مستعدة للتعايش مع الرئيس بشار الأسد، وتريد أن تقول بأنه حتى لو جرت انتخابات قادمة سيكون الفائز الأكبر فيها، وهي تهيئ الرأي العام التركي وتهيئ أيضا الحكومة أو حزب العدالة والتنمية لهذه الخطوة. الأمور تدريجي. في آب الماضي قال علي بن علي يلدرم بأن يعني نقبل بالرئيس السوري رئيسا مؤقتا لسوريا. الآن هناك يعني علي اللي هو جاوشوغلو يقول بأننا مستعدين للتعاون مع الرئيس بشار الأسد. شكرا. أنا تقديري هذه كلمة مهمة جدا. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريدة رأي لون الإلكترونية، كنت معنا من لندن، ومن طهران أيضا منسق شبكة أمن البحوث والدراسات الاستراتيجية أستاذ أنيس النقاش. شكرا جزيلا لكما على هذا النقاش الحيوي. الآن مشاهدينا نختم المسائية مع التذكير بعناوينها. يا أهلنا في الضفة، أنتم الساحة الأهم للأحداث، وأنتم الساحة الأعمق لحسم الصراع. هنيه يوجه رسائل للاحتلال وللداخل والإقليم في ذكرى انطلاقة حماس. المقاومة هي الاستراتيجية والوحدة الوطنية هي الأساس، والشكر لإيران ومن يدعمنا. رسائل حازمة للاحتلال، عرض عسكري لكتائب القسام وصواريخ الكورنيت وطائرات مسيرة تتصدران المشهد. في أول زيارة من نوعها لرئيس عربي منذ اندلاع الحرب على سوريا، الأسد يستقبل الرئيس السوداني في مطار دمشق الدولي. أنقرة تبدي الاستعداد للتعامل مع الأسد إذا فاز بانتخابات ديمقراطية. هل للتحول في الموقف التركي علاقة بأحداث الشمال السوري؟ للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للميادين باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.